ان شاء الله طيب. الله يحفظك ميثم. فتلقى النويز هذا يصير عالي فجاه وبعدين لازم تشرب ماء قبل ال وانت ميت من الجوع اي ولا ما تعطش. تاريخ جراحه القلب تبي تعرف عن تاريخ جراحه القلب؟ والله سؤالك صعب مو سهل يعني. ما ذكرت هاي شغله على الحمل، ليش المريض اللي سلع عليه قلب ما يشتي؟ بس في النهايه كلها نتيجه السلو او اللو موتيليتي مالت الجت. بس اللي اقدر اقول لك عنه ان لفتره طويله كان يعتبر هذا الصندوق هو صندوق محرم من انت تدخله. كانوا الجراحين العامين يخافون انه يدخلون له لان من يوقف القلب خلاص يموت البني آدم. كانوا يحطون الناس بتب أو الأطفال خلينا نقول بتب مليان ثلج على أساس إنه ينزل درجة حرارة الجسم. تنزل درجة الحرارة تقل أو يقل استهلاك الجسم للأكسجين وبالتالي تقدر إن أنت توقف القلب تسوي عملية بسرعة لمدة 5 دقائق وتسكر. ولكن في أجهزة مشابهة موجودة بالصدري موجودة بكل المستشفيات يسمونه روتا ابليشن. زين هذا الروتا اللي يحفر ليش ما نستعمله بكل حاله؟ اولا لان هذا الفتات انت صدق تحاول تسحبه ولكن بعض منه ينزل داخل المجرى فيسبب لك جلطات. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني الجدار مال الشريان تلف. يعني انت الحين خربت الجدار وصار كنا جرح. الجرح لما الجسم يصير فيه جرح طبيعياً يصير عندك يسمونه هذا بليتلت بلاج، عرفت؟ عشان يوقف الجرح هذا أو يحاول يبدأ عملية التئام الجرح. البليتلت بلاج هذه تسوي لك جلطة، فأنت ما تقدر تستعملها بكل الحالات إلا إذا أنت بعد ماكو خيار آخر. فتجد الأطباء القسطرة وايد يترددون إنه يسوونه، مو لأنه مو موجود الجهاز ولكن لأنه ضرره أكثر من نفعه. كل واحد ييك وعنده خلطة مالته. خل وحبة ما حلوة وحبتين مش عارف إيش واحد زنجبيل واحد يقول لك زيت زيتون بالمش عارف إيش تشربها 3 مرات على الريج. ولكن إذا راح يكون منها فائدة فمثلاً اخذها وأنت 10 سنين على أساس إن التكلس والترسبات تمنعها. أما وقت اللي الحين تسكرت الشرايين تبي تأخذ هذه المشروبات أساس تفتش الانسداد مستحيل. لو تشوف الانسدادات هذه كأنها جص يعني أنت لو تجيسها كالسيوم كأنها ضرس كأنها عظم. زين هذا لا يابس يعني النيدل الإبرة تنكسر لما تي تبي تخيط بالشريان اللي بتكلس. زين نقع هذا يأخذ لك طابوقة وحطها بخل سنة شو يصير بالطابوقة؟ ولا شيء. نفس الشيء حط لك عظمه بخل ومش عارف ايش ايا كان هذا وانت منقعها ما راح يصير فيها شيء. توني انا عدت سؤالك لاحظت؟ ترى ما يغيب عني ها؟ خلينا نقول هناك في عوامل كثيره لابد ان تتحقق على اساس المريض يثق بالجراح. اول شيء اللي هو القبول النفسي او الارتياح النفسي من المريض للجراح. تانك حبيبي شلونك؟ هلا جاسم شو اخبارك؟ صديق اخوي. العامل الثاني اللي يساعد اللي هو الورق الشهادات اللي انت عندك من وين متخرج. العامل الثالث اللي هو خبرتك ايش كثر عمليات مسوي؟ هل هذه اول مره تسوي العمليه؟ هل هذه العمليه الاولى؟ هل مسوي العمليه من قبل؟ الشيء الاخر اللي هو سمعتك بين الناس او سمعتك عند اشخاص يعرفهم هذا المريض. كل هذه العوامل مع بعض تبني ثقة المريض بالطبيب او بالجراح.
ذاك اليوم جاتنا واحدة 16 سنة عندها ايورتيك ريجرجيتيشن، الصمام تلفان يتصلح. فقلنا لهم خلاص نوديكم بلجيكا عند البروفيسور هذا يصلح الصمام. الأبو إلا أبي أمريكا، يا ولد الحلال مني منك، إحنا نوديك عند واحد شاطر. يعني إحنا لما نختار واحد نكون جايبين الكويت، شايفين شغله بعيوننا ندري إنه زين، لأن بالسمعة ما تضمن. إلا أبي أمريكا. قلت له زين تقدر تظل عندنا، نسوي لها فتحة صغيرة ونبدل الصمام. فالخيارين هما شنو؟ يا أما تصلح عند البروفيسور هذا البلجيكي، أو تبدل عندنا فتحة صغيرة 5 سنتي. ماكو، أبي أطلع برا بأمريكا. المهم وافقنا يا عمي، طلعت راحت. المهم الأسبوع اللي فات جات العيادة ولا فاتحينها من هني لهني، تخيل في أمريكا. إنزين الفتحة هذه تقول أوكي سووا فتحة عودة، بس على الأقل صلحوا لها الصمام، لأن لما تصلح يظل معاك 30-40 سنة. المهم أنا بنقول وين، المهم راحوا ولهم مبدلين لها الصمام. يعني لا أنت عطيتها عملية ممتازة ولا أنت عطيتها جرح حلو، شو تسوي فيهم هذيل؟ بالضبط، يا اما اولد فاشن يا اما واحد صغير، ماكو الا يعني تعرف خلاص ماكو الا هالمكان، ما بيروح الا هني. فشيء محزن. يعني اوكي احنا الصدري الناس كلها تقول انتم مو زينين، اوكي مو زينين كان سوينا لها فتحه لكم. اذا انت تبي تبدل صمام، المشكله ان هذا الصمام كل 10-15 سنه لازم تبدل، وهي بروحها صغيره اي ما يظل اي. فتحتاج الحين إذا هي 18-17 سنة تحتاج لها 3-4 عمليات لين توصل 70 سنة. صحيح. زين شنو علاقة الحب بالقلب؟ ليش قلب حب؟ ليش قلب؟ ليش قلب يعورني؟ ليش ليش شنو تفسيره كأن جراح قلب وأقرب واحد حق القلب؟ وهذا شنو تفسيرك حق هالشيء؟ لا أعلم، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، ما أدري. قادك حيث ما شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي. لها إجابة هذه. صدق شنو عندك أنت الإجابة؟ شكله أنت عندك الإجابة. عندي الإجابة. أنت بتختبرني يعني. راح أقول لك يا بعدين. خوش خلاص إن شاء الله. بعدين شنو علاقة الحب بالقلب؟ شنو علاقة اللي يحب؟ إيه. قلبي عورة. زين. ليش إذا شاف أحد يحبه يقول أخ قلبي كذي؟ وحل فيلم هذا. ممكن نسأل المشاهدين شنو علاقة الحب بالقلب؟ ننتظر منهم الإجابة إن شاء الله.